السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحاول هيك في بعض الأماكن الضيقة نكتشف، نحاول نشوف بين الأشجار، تحت الأشجار، بين الصخور الضيقة. طبعا صعب المجال الاستشعاري يكون يشتغل فيها، أهداف صغيرة يعني ومجرد تسلية الوقت. تابعوا معنا إخواني. هذا في روح يجي نغير مود على الضوء فقط. شايفين ضعفت البطارية بجوز، ما بعرف. ما بعرف شو بيطلع لنا. ما جبنا معنا حفارة أو قضمة حتى، كان لطالما سبحان الله أخواني. هي موضوع الأشجار حكينا عنه، يعني نحفر بإيدينا. هذه تكسرت. الصلب بشكل. الله عميقة يعني قليلا. يعني التليفون كله. أنا شيء ما بعرف. إذا نشغل توكل على الله. ربما تحت الغصن، لا أعلم، يعني تحت الشجرة شو في، ما بنعرف. الشيطان إخواني الكرام تابعوا معنا. أحب هيك يعني سبحان الله إن الغلط اللي غلطناه ما جبنا الحفارة اخواني الكرام. والله انا اليوم اشتغل على الاعماق، طلع على الاعماق السطحية، يعني ما مش اعماق اهداف كبيرة، يعني وعمق يعني شجرة، صخرة، بلاطة نوعا ما. شغل والله قوية على الجذع. سبحان الله على الجذع، ايش بده يكون فيه الجذع؟ سبحان الله. ان شاء الله هيك يكون شيء يستاهل، يعني بهالمكان لازم يكون. يعني دبرنا حالنا بعصاي خشب، يعني واحد مهم ما يتوقف في العمل اخواني. سبحان الله. هذه هي ليرة. سبحان الله، يعني ممكن ما يكون لها قيمة. ما بعرف، ما بعرف أين المكان أو تركيا، الله أعلم قديمة تركيا أو
حاجة تنظيف اخواني الكرام. شوف اذا في شيء. يعني هذه هي. يعني هنا اعطى مؤشر، ما يزال في داخلها في شيء اخواني الكرام، ما يزال. والله الغلط طلعنا مشوار سبحان الله، ما جبنا القزمة او اللي تحفر يعني اسرع وافضل بكثير. راح نشوف نعطيه الصوت، هو اشتغل عمودين اخواني الكرام، لاحظوا في اشارة موجودة، لاحظ نعم هي مع الصوت في يعني سبحان الله. ربما ان شاء الله يطلعنا شيء اثمن اخواني. هون موضوع الاستشعار والسياخ اخواني الكرام، يعني هي اماكن فراغية صغيرة بنفس الوقت، يعني هي صغيرة وبنفس الوقت صعب يعني الاستشعار بالنسبة لهيك حصن بالصوتي والاجهزة الصوتية اخواني الكرام، يعني حسب التربة كمان. هذا لا بأس فيه، يعني هو خفيف اعماقه بسيطة. راحت الاشارة، نشغل نشوف راحت صارت الى الداخل. سبحان الله، يعطي بين الشجرة بين الجذع. شايفين اخواني، وانا حطيته على الضوء يعني على المود الضوئي. ماذا يوجد هنا؟ نحاول نزيل هذا. هي يعني كل حال يعني الشجرة يابسة. سبحان الله، يعني ما الذي سيكون هنا بين هذه العروق؟ ماذا الآن؟ ماذا الآن أيها الجهاز؟ الله إن شاء الله ما زالت هنا. بسم الله، سبحان الله، تحتاج إلى قزمة أخواني الكرام. إن شاء الله نرجعنا هيك مش الحال. إذا رجعنا في الأيام يعني هو قد يكون هدف سمين أو ما يكون سمين لا أعلم، ماني متأكد. هذا هو يؤشر على أخشى أن يكون هذه. أوف، شايفين؟ لا ليست هذه، والله ممكن هذه، ممكن هاي هي قصدير مع حلزون. هذا يعني قصدير في داخل الشجرة. الآن ما بقى في إشارة، شايفين إخواني؟ والله يعني منيحة. لا تنسوا إخواني دعمنا باللايك واشتراك بالقناة، وإن شاء الله نكمل ونسجلكم فيديوهات هيك عن أشياء هيك أحيانا سبحان الله تراها في الطبيعة، لكن ممكن أحيانا يكون فيها شيء ثمين، الله أعلم، يعني هذا رزق لله سبحانه وتعالى. تحياتنا لكم، لا تنسوا دعمنا باللايك واشتراك بالقناة، لو مشترك اشترك تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والتوفيق للجميع.